اذا الى بقيت حابس ولدي او بنتي في الدار ما تيعنيش انه ما غيتعلمش هاد الكلمات اللي انا خفت منهم. تقدر تجي يجيو مثلا يجيو عنده للدار مثلا ويقولوا شي كلمات اللي هي خايبه. اذا انا بكثرة حرصي على ولدي ما يتعلمش كلمات خايبه تنسد عليه تنسجنه بهذا التعبير تنسجنه. هو مزيان انني نشد يعني نسد عليه في الدار، ولكن مزيان الى متى؟ الى واحد سن معين خصو يخرج للمجتمع. ها وانا حبسته على الزنقه مثلا مع اولاد الجيران ولا اولاد الحي، ايوا المدرسه كي غندير فيها؟ حتى هي نحبسو على المدرسه ما يمشيش يقرا؟ ايوا دا صافي نخليه نسد عليه في الدار ياك، ونجيب ليه الاساتذه للدار ويبقى حتى لواحد السن معينه. ملي يخرج السن معينه يخرج للمجتمع شنو غيلقى؟ هذا ما تيعنيش ان المجتمع ديالنا خايب، حاشا لله، المجتمع ديالنا راقي ومزيان، ولكن فيه بعض الحالات. فدي ملي يخرج اش غيوقع عليه؟ غيتصدم، او انا فين كنت؟ انا كانوا سادين عليا. شوف الواقع راه شيء اخر ماشي هو هذا الشيء.